أخبار اليوم. النجمة هند عاكف، تكلمينا النهاردة عن رسالة اللي انت بتقوليها من شمال سيناء النهاردة. والله زيارتي النهاردة لشمال سيناء يعني بالنسبة لي زيارة مهمة جدا، وبالنسبة لي زيارة تاريخية في هذا الوقت. ليه؟ لأن احنا النهاردة بنقول لأهل سيناء ان احنا معاكم، واحنا ضد الإرهاب، واحنا واقفين في ظهركم، احنا مع الجيش مع الشرطة بنحارب الإرهاب وراكم، احنا جايين نرفع من روحهم المعنوية مش بالكلام فقط لغير، لا ده بتواجدنا معهم. خصوصا ان النهاردة يعني جات لنا رسائل كتير جدا ان احنا ما نجيش علشان محاكمة مرسي، لكن احنا اصرينا ان احنا نيجي، برغم كمان ان احنا عرفنا ان في صاروخ ضرب هنا في المكان ده اهو، يعني لما عرفوا ان احنا جايين واحنا برضو برغم كده اصرينا ان احنا نيجي، وقلنا احنا مش هنخاف ولو في بروج مشيدة. احنا شعب المصري عمره ما بيخاف، اهل سيناء دول اهل فعلا يعني مواطنين مصريين بجد، تعبوا كتير قوي الفتره اللي فاتت. سيناء ارض السلام وهتفضل ارض السلام مهما حصل، بنقول للعالم كله دي رساله، مصر هتقضي على الارهاب في العالم كله. الارهاب خطره مش بيهدد مصر بس ولا العالم العربي بس، ده بيهدد العالم كله، لكن ان شاء الله شعب مصر وريادة مصر هي اللي هتقضي على الإرهاب. وعايزة أعزي طبعا الشعب المصري في طبعا النهاردة استشهد 3 مستشارين بعد الحكم محاكمة مرسي، فأنا عايزة أعزي الشعب المصري وعايزة أعزي كل مواطن وعايزة أعزي أسرهم، وبقول لهم للإرهابيين لو أنتوا موتوا آخر مواطن مصري إحنا برضو هنحارب الإرهاب، ولا للإرهاب ولا للإرهاب ولا للإرهاب. ودور الإعلام ودور الفن ودور العلم مهم جدا لمحاربة الإرهاب، وتنمية سيناء تنمية سيناء مهمة جدا. وأنا بشكر طبعا سيد الرئيس على ملف من أولويات ملفاته تنمية سيناء وتعمير سيناء. شكرا.